مصطفى، بالنسبه لك واش كاس العالم اللي غيتنظم في المغرب وايضا في الدار البيضاء في 2030 غيكون مناسبه بالنسبه للدار البيضاء باش يدير واحد الاقلاع اللي هو اقلاع اقتصادي على المستوى الرياضي ولا على المستوى البنيه التحتيه؟ اليوم يمكن نقولوا على اساس ان مدينه الدار البيضاء كتعيش على مستوى جوج ديال الديناميات، الديناميه ديال التعيين الجديد بالنسبه للوالي الجديد اللي بطبيعه الحال كيحاول ما امكن على انه يدير التتبع بالنسبه لجميع المشاريع المفتوحه، كيحاول ما امكن يزيل كل العراقيل وكل الاكراهات اللي مطروحه في اطار التفعيل ديال هذا، وفي نفس الوقت كتحاول ما امكن انه تبرمج مشاريع جديده باش تحاول ما امكن انها ترقى بمدينه الدار البيضاء. كاين هذا البعد ديال انه بالنسبه لنا المغرب غادي ينظم كاس افريقيا وغادي ينظم كاس العالم، عطى واحد الديناميه اخرى ايضا على مستوى مدينه الدار البيضاء في اطار تعزيز البنيه التحتيه، مراكز استقبال، واحد المجموعه ديال هذا، وبالتالي حنا بالنسبه لنا اكيد وهذا مشهود به بطبيعه الحال عالميا على ان الدول اللي كتنظم بطبيعه الحال مثل هذه التظاهرات الدوليه كتستافد بشكل كبير على مستوى التشغيل، كتستافد على مستوى بطبيعه الحال المرافق، على مستوى البنيات، على مستوى الملاعب، على مستوى السياحي، على مدينة اكيد على انه مدينه الدار البيضاء بطبيعه الحال غادي تستافد بشكل كبير على جميع هذه المستويات. انا بالنسبه لي شخصيا كنفكروا على اساس ان بالنسبه لنا مادام هذا كان حلم ديال اكثر من 30 سنه وتحقق اليوم، علاش ما نحاولوا ما امكن على انه هاد الديناميات اللي هي خلقها التحضير بالنسبه لكاس العالم توقف عند 2030، بغينا على اساس ان تحاول ما امكن انه تستمر، وبغينا على اساس ان نديروا اقتراح وغادي نحاول ما امكن نديروه في هذه الدوره، علاش ما نفكروش من الان على ان نبداو نهيئوا ملف ديال الترشيح لتنظيم الالعاب الاولمبيه، لانه بالنسبه لنا الالعاب الاولمبيه كتحتضنها المدن، بغينا على اساس ان مدينه الدار البيضاء تكون عندها السبق، لانه يمكن تسبقنا طنجه، يمكن تسبقنا مراكش، يمكن تسبقنا الرباط بطبيعه الحال حنا بالنسبه لنا، هذا الا كان عندنا حنا السبق غادي يكون حلم ديال البيضاويين ولكن غيولي مشروع ديال الدوله وغاتانفيستي فيه الدوله، وهذا غادي يحاول ما امكن انه يزيد في التنميه ديال مدينه الدار البيضاء. عندنا واحد المجموعه ديال المؤهلات على اساس انه بالنسبه للملف ديالنا يمشي مزيان، لانه مبدئيا النواه المتوكل هي بنت مدينه الدار البيضاء وهي بطبيعه الحال نائبه ديال الرئيس ديال اللجنه الدوليه الاولمبيه، وهي بطبيعه الحال الرئيسه ديال اللجنه اللي كتحاول ما امكن دير هذا الشيء ديال الترشيحات بالنسبه لهذه، ممكن بطبيعه الحال على اساس أن يتم معها التنسيق في تهيئ هذا الملف، وممكن على أساس أنه إلا ترافعنا عليه مزيان يمكن يكون اليوم حلم ديالنا حنا ولكن يتحقق لوليداتنا، وهذا هو اللي كنتمناه. سي عقيل، واش تشوف أن الدار البيضاء غتستغل هذا الملف تاع كأس العالم 2030 باش ديروا واحد الإقلاع اقتصادي ولا عاوتاني غنضيعوا الفرصة من جديد؟ هي المهم نقدروا ناخذوا السؤال من واش تنظيم كأس العالم في البلدان الأخرى، يعني كاين تجارب اخرى اعطى اقلاع اقتصادي، وهذا على ما كيبان لا، يعني المشكل الاساسي في تنظيم كاس العالم هو كاين واحد المجموعه ديال لي زانفراستركتور كيداروا هذا وداكشي كله مديرين غير لكاس العالم، واحد الوقت ملي كيمشي داك الفوج الكبير اللي كيوصل ما كيبقاش كيولي داكشي كيبقى هكاك ما كيعاودش يتستعمل، هذا هو في حد ذاته المشكل اللي مطروح في تنظيم كأس العالم. كنتمناو يداروا شي حوايج، ولكن في نفس الوقت خصنا عاود نكونوا واضحين، الدار البيضاء ليست مدينة مستضيفة لكأس العالم، يعني ملي كيكون مشروع كتقول استاد غيدار في بنت سليمان، راه بنت سليمان جاية في واحد السياق اللي هو راه كاين المحمديه حداها، كاين هذا كاين، يعني ماشي الدار البيضاء من دون المدن اللي يمكن يوصل لها شي حاجه ريحه كاس العالم للمدينه، يعني هذا هو اللي ما مفهومش في الطريقه باش كنتعاملوا مع الموضوع، يعني باين ملي اتخذ القرار باللي راه ما كاين حتى شي ملعب غيستضيف مباراه كاس العالم في الدار البيضاء نيت أو مجاورة للدار البيضاء. هادشي اللي تيقول كاين يعني الملعب الكبير كان يدار على الأقل في يعني مولاي رشيد، مقاطعة مولاي رشيد ولا يدار في الهراويين، يعني فاش تم ترحيله إلى بن سليمان هنا يعني الدار البيضاء راه ضيعت الفرصة. الدار البيضاء هي نقصية من هذه المسألة كلها، باش نكونوا واضحين ماشي هذه، على داكشي راه كاين واحد التناقض في الخطاب، يعني كنبقاو كنقولوا راه كأس العالم وهذا واش غيجيب شي فائدة بالنسبة للدار البيضاء.
كيتطرح السؤال الاول اللي طرحت، واش كاس العالم كيجيب شي فائده للبلدان المنظمه؟ هادشي اللي بان لا البرازيل لا روسيا لا هذا راه ما كاينش، هادشي راه عارفين، راه كاين خساره الفلوس، حيت راه مساله هي ديال هي هو تسويق صوره، ماشي في حد ذاته راه ماشي عمليه اقتصاديه اللي مربحه بالنسبه للبلد المنظم. هذه اللي معمرها ما تطرحات من الاول، من اللي كان المغرب ديما كان كونديدا دايره في الاخر كنجيو كنقولوا، وهذا هو اللي السؤال اللي طرحناه شحال من مره، هو اللي حتى واحد ما باغي يجاوب، هو بشحال غيتقام علينا هذا الشيء، بشحال غيتقام علينا هذا الشيء. والسؤال اللي طرحتيه هو شنو هي الفائده بالنسبه للساكنه؟ الا زدنا عليها باللي الدار البيضاء راه مقصيه من المدن المنظمه المستضيفه للمباراه كاس العالم، راه كيبان باللي راه ما عندناش شي حاجه في يعني ما عندناش شي اضافه في هذا الموضوع، يعني ما عندناش شي نتكافوا بكاس افريقيا وديك الساعه نشوفوا